أحسن الله إليكم. السائل من الجزائر عبد الله يقول من أسئلته: أسأل عن الرقية بقراءة القرآن على الزيت أو الماء والشرب منه أو المسح به على الجسد. لا بأس بذلك، أن يقرأ في ماء أو ما يقوم مقام الماء ويشربه المريض أو يدهن به المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسقي للمريض، والحديث في غالب ظني أنه في سنن أبي داود، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في الاستشفاء بالقرآن. نعم.